تبخير، تعقيم وتنظيف هي آخر اللمسات قبل إعادة فتح المساجد، ساعة يتوق إليها المصلون منذ تفشي كوفيد 19. احنا راح نشرفوا ونوقفوا باش يكون هذاك البروتوكول ولا كل التوجيهات اللي جات تكون متبقى على ارض الواقع. راح تكون درجات عموميه، راح تكون اتصالات مع مشرفين على المسجد وعلى راسهم امام المسجد. احنا نسعوا باش ما تكونش اي حاله، راح يكون عمل تحسيسي، راح يكون عمل توعوي من طرف الشيخ ولا من كل الناس القيمين على المسجد هذا. وحنا كبلدي راح نرافقوا يوميا على الحفاظ على الكاع واش قمنا به اليوم. ينهمك المتطوعون منذ الإعلان عن الفتح التدريجي للمساجد، فكلا حسب تخصصه. عن التعقيم يحدثنا الخبراء. المقاييس المعايير الدولية اللي هي تنص على لا بريميزاسيون لا فيميغاسيون، لانه ماهوش غير تعقيم بلو جافيل ولا حنا اون ترافاي عن طريق دي فيروسيد دي باكتريسيد دي فونجيسيد. حاب يقول مضاد للبكتيريا، مضاد للفيروسات، ومضاد لي شامبينيون الفطريات. ماء جافيل صحي طهر، مي كما نقولوا باكبر نسبه يقضي على الجراثيم. وحنا المشكل اللي رانا فيه، الجائحه اللي رانا فيها، رانا في مشكل تاع الفيروسات. عندنا التبخير هو احسن وسيله لقضاء الفيروسات، لان التبخير هذا حنا كي نجيو نفهموا التبخير الطريقه تاعو. التبخير حنا واش عندنا؟ عندنا فيه كيما نقولوا فيه زوج اماكن، مكان تاع الماده المعقمه والمكان تاع جهه المازوت هذاك الدور تاعو كيما نقولوا ينقل الماده، سي ان بورتور كيما نقولوا في ليسباس. هذا مكان. ويبقى نجاح عملية فتح بيوت الله في 15 أوت مرهوناً بمستوى وعي كل فاعلي المجتمع المدني.